طيب وشيماء فين؟ في حق فين بابا او ماما؟ ماما قاعده. مبروك مبروك لشيماء. لا احكي لي عن شيماء الطالبه وشيماء الابنه وشيماء المريحاكي او مطلعه عينك، احكي لي كل حاجه. لا يا شيماء مش مطلعه عيني خالص، هي متفوقه من صغرها، تطلع من الاوائل، ملتزمه ومنتظمه في وقتها وما بتخليش حد حتى يبقى فيه فرصه ان يقول لها مثلا ذاكري او اعملي اي حاجه، هي عارفه ان هتعمل ايه. داخله السنه دي عارفه ان هي عايزه تطلع، عايزه تتفوق، عايزه تبقى من اوائل الجمهوريه. يعني احنا كنا بنتكلم مع بعضينا انا وهي طول السنه، ماشيه معاها خطوه بخطوه في امتحانات المدرسين برضو. يعني حتى يعني لما تيجي غلطانه من درجات ولا حاجه هي بتيجي قلقانه وتقعد تعيط وكده، بس انا كنت بهديها اقول لها لا يعني ده تجربه مش امتحان اخر السنه يعني، بس هي يعني ما تخليش حد يقول لها ذاكري. انا كنت شايفه حضرتك الشاشه تقريبا، حاسه ان انت نفس سن شيماء، يعني حاسه ان انتوا شبه بعض شويه صح؟ يعني شبهها جدا. و احنا صحاب فندم. بيقول ان انت كبرتي من هم الثانويه. لا طيب بشكر حضرتك بشكر حضرتك. عايزه تدخلي كليه ايه يا شيماء؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد وعلوم سياسيه محدده انت؟ واضحه.